السلام الله عليكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى آخر موعد إخباري مباشر المستهل كالعادة بالعناوين. أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس أحيا ليلة المولد النبوي الشريف بعد مغرب اليوم بمسجد حسان بالرباط. وكما كان متوقعا وبالإجماع، حظي المغرب بشرف تنظيم كأس أمم أفريقيا للعام 2025 بعد تقديمه لملف قوي نال ثقة أعضاء الكاف. ومجلس بنك المغرب قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيس مع تسجيل تراجع نسبي في معدلات التضخم. نناقش الموضوع رفقة إيمان ورقة في الفقرة الاقتصادية. وبمقبرة الشهداء بالرباط تم عصر اليوم تشييع جثمان الراحل أحمد شوقي بن يوب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان إلى مثواه الأخير. أهلا بكم إلى التفاصيل. بمسجد حسان بالرباط أحيا بعد صلاة المغرب أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس ليلة المولد النبوي الشريف، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد، وكذا صاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل. وخلال هذا الحفل الديني الذي تميز بتلاوة آية الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية، تفضل أمير المؤمنين بتقديم عدد من الجوائز للمتوجين، وسنعود بالتفصيل لهذا الموضوع في سياق نشرتنا. العزيز البريدي من المملكة العربية السعودية. وبمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، تفضل جلالة الملك بإصدار عفوه على 742 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وعلى مر القرون عرف المغاربة بحبهم لرسول الله وآل بيته، وإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف هي سنة حسنة تفنن في الاحتفاء بها وإحيائها أهل المغرب حكاما ورعيا. من العاصمة العلمية للمملكة نرصد الدلالات الدينية لهذه المناسبة في ريبورتاج أسامة أفقير بعدسة حمزة الصالحي. محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المغاربة أمر واضح جلي. هذه المحبة هي التي اقتضت الاحتفاء بذكرى مولده، وهذا الاحتفال له دلالة كثيرة، ومن بينها اتباع سنة رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. مناسبة عظيمة وجليلة، لأن المولد ديال خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنا كنحبوه الأمة الإسلامية كاملة. النهار اللي خلق فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هو النهار اللي شرقت فيه الشمس على هذا العالم كامل، وما كاينش ما كثر من الشمس والنور ديالها، والحمد لله، اللهم لك الحمد اللي ربي نعمنا بهذه النعمة ديال هذا الدين الإسلام. من مظاهر الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف عند أهل المملكة المغربية قراءة سيرته عليه الصلاة والسلام والتدبر في مكارم أخلاقه، لأن المقصود هو أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم. كل مسلم وكل إنسان عليه أن يشكر الله عز وجل على بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى البشرية ليخرجهم من الظلمات إلى النور. هذه واحدة وباختصار. الثانية، دلالة الانتماء أيضا تأتي بعد دلالة الشكر، الانتماء لهذا الدين، الانتماء لهذا التشريع. في هذه المناسبة يكثر تدارس وتدريس السيرة النبوية في المساجد والزوايا والبيوت الخاصة، يصحبها ترتيل المدائح النبوية بأحلى التلاحين وأزهى الترانيم. هو مظهر من مظاهر الاحتفال الشعبي بالمولد النبوي الشريف بالمغرب. كما أسلفت في بداية النشرة، بمسجد حسان بالرباط أحيا بعد صلاة المغرب أمير المؤمنين
جلالة الملك محمد السادس ليلة المولد النبوي الشريف مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل. وخلال هذا الحفل الديني الذي تميز بتلاوة آية الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية، تفضل أمير المؤمنين بتقديم عدد من الجوائز للمتوجين كما سنتابع مع الشيماء العلام. ذكرى مولد خير البرية محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى السلام، ذكرى عظيمة تتآلف فيها قلوب المؤمنين لاستحضار سيرة الرسول الكريم وإحياء للذكرى. ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل حفلا دينيا بمسجد حسان بالرباط. حفل ديني تميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وذكر الله تعالى وحمده والثناء على أفضاله وسماع أعذب الأمداح النبوية الشريفة. خلال الحفل ألقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق كلمة بين يدي جلالة الملك، قدم فيها التقرير السنوي لحصيلة أنشطة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية. بعد ذلك سلم أمير المؤمنين جائزة محمد السادس التنويهية التكريمية للفكر والدراسات الإسلامية لإبراهيم إدبراهيم من مدينة أكادير. كما سلم جلالة الملك بهذه المناسبة جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم مع الترتيل والتفسير لحمزة صابو من مدينة طنجة. إثر ذلك سلم جلالة الملك لعمر بن عبد العزيز البريدي من المملكة العربية السعودية جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب. أمير المؤمنين سلم أيضا جائزة محمد السادس التكريمية في فن الخط المغربي لسعيد الكيال من مدينة الدار البيضاء، وجائزة محمد السادس للتفوق في فن الخط العربي لخالد سبيسي من مدينة تارودانت. جلالة الملك سلم أيضا جائزة محمد السادس التكريمية لفن الزخرفة المغربية على الورق لمحسن الغرناطي من مدينة شفشاون، وجائزة محمد السادس للتفوق في فن الزخرفة المغربية على الورق لصفاء الفتيح من مدينة الدار البيضاء. كما سلم أمير المؤمنين جائزة محمد السادس التكريمية في فن الحروفية العربية للحسن فرساوي من مدينة مراكش، وجائزة محمد السادس للتفوق في فن الحروفية العربية لأسماء أيتختي من مدينة سلا. وفي الختام تقدم للسلام على أمير المؤمنين أعضاء لجنة جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية. وبذلك تختتم هذه الليلة المباركة، ليلة احتفاء بالمولد سيد الخلق أجمعين محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، سيرا على نهج أسلاف أمير المؤمنين للحفاظ على هذه السنة الحميدة. وللمغاربة في هذه المناسبة عادات وتقاليد توارثوها أبا عن جد، صلة الرحم وإدخال الفرحة على المساكين والتوسعة على العيال من أبرز السمات التي تميز ذكرى المولد. نتابع النموذج من العاصمة الرباط في ريبورتاج مريم أملل. بعد أن وقع اختيار سعد على هذا الجلباب التقليدي يمني النفس أن يكون المقاس مناسبا، فكما جرت العادة اللباس التقليدي المغربي عند جل الأسر مكون لا غنى عنه كلما حلت مناسبة مقترنة بالفرح بما فيها الأعياد الدينية. زارت البيئة العادة ديما في الأعياد الدينية تنجيو تناخذوا جليلبا قنيضرة بليغا. وكغالبية الأمهات إطلالة العيد لا تكتمل دون الحرص على تأنق الأطفال بقطعة أبدعتها أنامل حرفي، ولكل زبون ذوقه واختياره في الألوان والتصاميم. عيد المولد النبوي تشريو حويجة الوليدات ديال التقليدي، فيها جوهرة، فيها البيسات ديال الوليدات رسمية بليغة سروال قندريسات سلهام وتنحتفلوا بهم. بالنسبه لعيد المولد النبوي تيجيو الناس تيشريو وليداتهم، ان الاكثريه تيطلبوا لهم هادشي في المدارس وداك الشيء، تيجيو ياخذوا جبادور الشلابه القندوره بليغه صفراء طريبيش وطني. انتعاشة كبيرة وإقبال متزايد إذن على محلات بيع الجلاليب والقفطان المغربي في هكذا مناسبة، فعند حلول كل عيد ديني يتزايد الحرص على التأنق في أبهى حلة.
وغدت رسالة جلالة الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة المتعلقة بإعادة النظر في مدونة الأسرة. عقد عزيز أخنوش اليوم بالرباط اجتماعا خصص لتنزيل مضامين الرسالة الملكية. الاجتماع حضره مسؤول القطاعات التي تضمنتها الرسالة الملكية والتي شكلت خارطة طريق لهذه اللجنة التي كلفت بإعداد مقترحات التعديلات التي سترفع إلى جلالة الملك في أجل أقصاه 6 أشهر. جاد بردان معه التفاصيل. تلاوة بتفكر وإنصات بإمعان، مضامين الرسالة الملكية تجمع العدل والسلطة القضائية والنيابة العامة، اجتماع عقده رئيس الحكومة لتنزيل الرؤية الملكية الراعية للأسرة المغربية. تشرفت اليوم بتسليم تسلم الرسالة الملكية السامية، واللي هي غادي تشن واحد المسار ديال المراجعة ديال مدونة الأسرة، هذا الورش الإصلاحي الكبير اللي هو يعني شرف للجميع، وحددت الرسالة الملكية الجهة اللي غادي تشرف يعني على هذه العملية ديال الإصلاح. تأهيل مدونة الأسرة أملته الضرورة بعد عشريتين من التطبيق. سيقتصر التعديل على إصلاح الاختلالات وتعديل المقتضيات التي تجاوزها الزمن، فإننا لن نحل ما حرم الله ولن نحرم ما أحله الله، يقول جلالة الملك. الرسالة الملكية جابت بوضوح يعني لكونتو ديال هاد المسائل اللي غادي نمشيو ليها واللي كتهم مدونة الأسرة. وهذه لحظة يعني اللي هي إصلاحية ولحظة كبيرة بالنسبة لبلدنا، ونتمنوا أن الكل يساهم فيها بشكل إيجابي باش نبنيو واحد المدونة ديال الأسرة كما بغاها سيدنا. ضمن برنامج التنزيل، لقاءات للإنصات لجميع مكونات المجتمع المعنية بهذا الورش. مقاربة تشاركية ستلتزم بالسقف الزمني الذي حدده جلالة الملك 6 أشهر. نسمعوا الناس وفق مقاربة تشاركية بالإضافة إلى تحديد ديال واحد السقف ديال 6 شهور باش يكون هذا المشروع إن شاء الله كامل. وتفعينا المضامين ديال الرسالة الملكية، اجتمعت بالسادة الأعضاء. اجتماع رئيس الحكومة بوزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة يأتي غداة توجيه أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس رسالة إلى رئيس الحكومة تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة. في موضوع آخر، وكما كان متوقعا، حظي المغرب بثقة الكاف لتنظيم نهائية بطولة كأس أمم أفريقيا في نسخة 2025. شرف استضافة هذه البطولة القارية نالته المملكة باستحقاق بالنظر لقوة الملف المغربي. محمد القرطة. دقيقة صمت ترحما على ضحايا زلزال الحوز وفيضانات ليبيا سبق اجتماع الاتحاد الافريقي لكرة القدم صباح اليوم بالقاهرة. كما كان متوقعا، اسم المغرب يتصدر المشهد. نهائية كأس أمم أفريقيا 2025 في ضيافة المملكة المغربية. كل الدول المنافسة سحبت ترشيحها لقوة الملف المغربي المرشح أيضا لمونديال 2030 كما جاء على لسان رئيس الاتحاد الإفريقي. لدينا الثقة في الإمكانيات التي تتوفر عليها الدول التي اختيرت لتنظيم النسختين على مستوى البنية التحتية من ملاعب، فنادق، ووسائل النقل والمستشفيات. مملكة رفع التحديات وكسب الرهانات تحظى بشرف تنظيم كأس إفريقيا. للمغرب كل المقومات لجعل النسخة متفردة، كيف لا وهو الذي خبر في السنوات الأخيرة الميدان باحتضانه وبامتياز تظاهرات ستبقى راسخة في الأذهان. تتويج لعمل جبار يقوده ملك عظيم، وهو جزاء حقيقي لشعب يحب كرة القدم. الكل اليوم يؤمن بأن محطة 2025 أو تنظيم الكان بالمغرب سنة 25 هي محطة أولى. موعدنا إن شاء الله بعد أقل من سنة في المحطة الثانية ليحظى المغرب ويشرف أفريقيا ككل بتنظيم كأس العالم. مغرب قوي بسواعد أبنائه وبرؤية متبصرة لجلالة الملك الذي يولي القطاع الرياضي اهتماما ومكانة كبيرة. مغرب يحصد اليوم ثمار تخطيطه المحكم وجهوده المبذولة على أعلى المستويات.
التعليق على هذا الموضوع يرافقني في بلاتو المسائية الزميل الصحفي جمال الصيفي. مرحبا بك يا سي جمال. مرحبا بك. ومن القاهرة ينضم إلينا مباشرة من هناك الصحفي الرياضي الزميل رياض الغازي. مرحبا بك سي رياض. وأبدأ معك، أنت في القاهرة وحضرت يعني لأشغال هذا منح المغرب، هذا شرف تنظيم كأس أمم إفريقيا العام 2025. كيفاش عشتي الأجواء ديال هذا الاختيار، وكيفاش يمكن نقراو يعني نقاط القوة اللي كتميز الملف المغربي في هذا الترشيح؟ هو كان متوقع، يعني منذ ليلة أمس كان متوقع بأن الملف المغربي ملف قوي. حتى الانسحاب ديال الجزائر وانسحاب نيجيريا والعديد من الدول اللي كانت نفس المغرب كيبان بأن المغرب قدم ملفا قويا يصعب على الدول الأخرى منافسته. كنظن بأن إلى حدود ليلة أمس فجميع رؤساء الاتحادات الإفريقية كانوا متواجدين هنا بالفندق الذي احتضن اجتماع فعالية المكتب التنفيذي لاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وبالتالي يعني كنعرفوا كتكون في مثل هذه المناسبات كتكون الكولاسة، كيكونوا اجتماعات سرية، كيكون بعد تحالفات، ولكن في الملف المغربي كان هناك إجماعا لأعضاء المكتب التنفيذي وأيضا لرؤساء الاتحادات الإفريقية. وهذه ليس هدية للمغرب، بل بالعكس هذا التنظيم كأس أفريقيا الأمم 2025 يأتي عن جدارة واستحقاق، يأتي للمجهودات التي أقيمت خلال السنوات الأخيرة. وبالتالي كنت أتمنى أن تكونوا موجودين هنا لتسمعوا كيف يتحدثون رؤساء الاتحادات القارية وأعضاء المكتب التنفيذي عن المغرب وعن المشاريع التي أنجزت بالمغرب، حتى تكلموا عن الفترة التي كان فيها كوفيد وهناك العديد من المنتخبات الإفريقية التي لعبت مبارياتها الإقصائية هنا في المغرب. وبالتالي فالكل يراهن على تنظيم كأس أفريقيا سنة 2025 بمعايير جديدة، أيضا بمعطيات جديدة، بملاعب رياضية عالمية. وكنظن بأن ترشيح المغرب لملعب لكأس العالم 2030 رفقة البرتغال وإسبانيا زكى من قوة الملف المغربي، لأن موتسيبي هو بنفسه يريد أن يمر كأس إفريقيا الأمم بواحد الطريقة لتكون طريقة عالمية وتشرف كرة القدم الإفريقية. شكرا جزيلا لك الزميل العزيز رياض الغازي، كنت مباشرة معنا من القاهرة. وأعود إلى ضيفي هنا في البلاتو جمال. طبعا تابعنا أن التصويت تم بالإجماع، وهذا له دلالة ورمزية كذلك. رئيس الكاف تحدث كمزيد من الثقة للملف المغربي على أن المغرب اليوم يتوفر على بنيات رياضية مهمة، عن ملاعب كبيرة تستجيب للمعايير التي يضعها الكاف. كيف يمكن نقرأ هذه الرسائل والدلالات؟ أعتقد أن هناك رسائل عديدة فيما يخص يعني فوز المغرب بملف تنظيم كأس إفريقيا الأمم 2025. أولا هناك كان هناك إجماع، وهذا نادرا ما يحدث في عملية منح شرف تنظيم كأس إفريقيا الأمم. 22 صوتا لأعضاء المكتب التنفيذي صوتوا لصالح الملف المغربي. هذا التصويت أيضا هو عنوان احترام للمغرب، عنوان أيضا جدارة، عنوان كفاءة أيضا لمن يدبرون الملف المغربي، وأيضا للمسار الذي يسير فيه المغرب للدينامية التي يعرفها على كل مستويات اقتصاديا سياسيا رياضيا. أيضا عودة المغرب لتنظيم تظاهرات الرياضية بدأت يعني منذ سنوات، كنا في فترة في سنوات سابقة يعني لم نكن ننظم يعني بشكل مكثف، لكن في السنوات الأخيرة المغرب ينظم الأحداث الرياضية يعني بشكل متتال. يعني كأس أفريقيا السيدات نظمت بشكل باهر، هناك نسخة ثانية ستنظم المونديالتو، أيضا تصفيات الألعاب الأولمبية، عصبة أبطال إفريقيا للسيدات، نهائي عصبة أبطال أكثر من مرة يعني في المغرب، كأس أفريقيا للمحليين التي منحها أيضا المغرب بعدا رائعا. فكل هذه الأمور صبت في صالح المغرب. أكثر من ذلك، الشركة الألمانية التي كلفها الاتحاد الإفريقي بإنجاز تقارير حول البلدان المرشحة وضعت يعني المغرب في المرتبة الأولى بفارق يعني كبير يعني عن بقية المرشحين. أيضا الملف الذي قدمه المغرب ملف متكامل، 6 ملاعب لاحتضان البطولة زائد يعني ملاعب احتياطية، بالإضافة إلى 24 ملعبا يعني للتدريب. إضافنا لذلك يعني الخبرات التنظيمية التي يتمتع بها المغرب، سنكون أمام كأس عالم مصغر إن شاء الله. نعم، أعود إلى ضيفي من القاهرة زميل رياض الغازي. طبعا أنت حضرت كما
قلت لأشغال هذا الإعلان واستمعت لردود الفعل، يمكن لك وأنت طبعا صحفي زميل صحفي، كيفاش كانت ردود الفعل خصوصا ديال الزملاء الصحفيين من الدول الإفريقية اللي جاوا من أجل تغطية هذا الحدث؟ يمكن لي نأكد لك زميلي العزيز أن لم يكن هناك زملاء صحفيين بالمستوى العالي ولا المستوى الكبير، لأن الجزائريين ما كانوش، كان عفوا الانسحاب ديال البلاد ديالهم، كان حضور ديال البوتسوانيين، يعني الصحافة البوتسوانية حضرت بقوة لرؤية ماذا سيقع في ترشيح البلاد ديالها، وبالتالي فكنا احنا المغاربة يعني كنا مرفوعي الرأس، لأن كنا كنعرفوا بأن الاتحاد الإفريقي والأعضاء ديالو فهما يعني صوتوا أو سيصوتون لصالح المغرب ليبقى منافس وحيد في 2025. وأكد لك زميلي زكريا بأن تم خلال مرحلة التصويت في الاجتماع الملف ديال 2025 ما خداش وقت كبير بالنسبة للمكتب التنفيذي. فين كان الإشكال؟ هو ملف 2027، وكان عارفوا بأن كانت العديد من الدول اللي كانت مرشحة كانت كولسة، كانت بزاف ديال الأمور، وبالتالي فاستغرق ساعات وساعات طويلة. كنظن بأن الجميع ليس يوم الاجتماع ولكن قبل الاجتماع فكانت هناك حركية، الكل يدعم المغرب، الكل يتحدث عن المغرب، يتحدث عن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله والسياسة الرشيدة في تطوير كرة قدم على الصعيد الإفريقي وأيضا الرياضة بصفة عامة على الصعيد الإفريقي. كل هذه الأمور كانت حاضرة في اجتماع المكتب التنفيذي لكرة القدم من خلال الإعلان عن المغرب وأيضا الملف الثلاثي اللي كيضم كينيا وأوغندا وتنزانيا في 2027. شكرا جزيلا لك زميل الصحفي الرياضي رياض الغازي، كنت مباشرة معنا من القاهرة. وأعود إلى ضيفي في البلاطو سي جمال ستيفي. طبعا اليوم نتحدث عن أوراش مهمة يعني فتحها المغرب بقيادة جلالة الملك، نتحدث عن ملاعب كبرى بطاقة استيعابية تصل 70-80 ألف، نتحدث عن ملعب طنجة الرباط وملعب الدار البيضاء ملعب محمد الخامس الذي سيتم تأهيله من جديد. أهمية هذه الأوراش اليوم المفتوحة في البنية التحتية واللي طبعا جلالة الملك ما فاتئة يعطي تعليماته من أجل تعزيزها في أفق تقوية ملف ترشيح المونديال 2030. وأعتقد أننا يمكن أن نتحدث عن مسار متكامل، عن منظومة تشمل يعني أبعاد يعني مختلفة جدا. لابد أن نعود إلى 2008 الرسالة الملكية للمناظرة الوطنية للرياضة والسخيرات 24 و 25 أكتوبر التي وضعت ما يشبه خريطة الطريق بالنسبة للرياضة المغربية في مختلف أبعادها. ثم يعني في وقت لاحق بدأ يعني التغيير على مستوى البنيات الرياضية في المغرب، على مستوى أيضا المؤسسات الرياضية، وكان تغيير أكبر على مستوى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. ثم بدأنا يعني كانت هناك العودة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موازاة مع العودة السياسية أيضا للمغرب إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وكانت هناك أبواب مفتوحة أيضا. المغرب فتح أبوابه على مصراعيها أمام الأفارقة. المغرب تقريبا يعني كل مدة قصيرة ينظم ما يشبه كأس إفريقيا الأمم. معظم المنتخبات الإفريقية التي ليست لديها ملاعب تلائم يعني مواصفات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أو الاتحاد الدولي لكرة القدم يستضيفها يعني المغرب. اليوم يعني اليوم السبت المقبل فريق الهلال السوداني سيستقبل مباراة إفريقية يعني في المغرب. أيضا كل ما يتعلق يعني بمنظومة كرة القدم الأفارقة يستفيدون من التواجد في المغرب، في دبلومات أيضا المدربين أو الحكام، فكل الأشياء يعني المغرب فتح الأبواب. أيضا المغرب وكرة القدم على وجه الخصوص هناك يمشيان في خط متوازن، هناك جانب البنيات التحتية، تشييد الملاعب، تجديد الملاعب، مركز محمد السادس هو مركز أيضا من طراز عالي جدا، ثم يرافق ذلك أيضا الإنجاز الرياضي، عودة قوية للأندية المغربية، تتويج يعني بكأس الاتحاد الأفريقي أربع مرات بفريقي الرجاء ونهضة بركان، ثم تتويج وداد أكثر من مرة في دوري أبطال إفريقيا، ثم الحدث الأكبر والأبرز وصول المنتخب الوطني لنصف نهائي كأس العالم، أصبح القوة العالمية رقم أربعة. لا ننسى أيضا منتخب الفوتسال الذي من أبرز ثمانية منتخبات في العالم، ثم ما حققته كرة قدم النسوية، المنتخب الأول الذي في أول مشاركة له بلغ الدور الثاني، ثم منتخب أقل من 17 سنة أيضا شارك في كأس العالم. فنحن أمام منظور يعني متكامل بالنسبة لكرة القدم. جمال بقى معي، غادي نرجع لك في سياق هذا النشرة. طبعا تنظيم المغرب كأس لكأس أمم إفريقيا العام 2025 حظي بدعم أعضاء المجلس التنفيذي للكاف بالإجماع بعد انسحاب الدول المشاركة في سباق التنظيم. نتابع من الدار البيضاء بعض آراء قدماء اللاعبين للحديث عن ظفر المغرب باستضافة الكان مع أسماء سلوان وأمين حدو.
هذه هي اللحظة التي أنهت حالة ترقب الإعلان عن البلد المستضيف لكانيا 2025. رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع يتسلم رسميا مفاتيح احتضان العرس الإفريقي بعد أن تقدم المغرب بملف اعترف الكثيرون بأنه متميز وواعد. هنيئا للمغرب صراحة، إلا نتكلموا من جميع النواحي فإحنا رقم واحد، من بنية تحتية، من ملاعب، من طرقات، من جمهور اللي جمهور سمح اليوم يشيد به العالم. فأكيد وعدي اليقين بأن التنظيم غيكون في مستوى عالي، وحنا جد سعداء بتنظيم هذا الكأس هذه. ومن الناحية الرياضية كنتمنوا نديوها إن شاء الله، لأنه نكونوا مدعومين من طرف الجمهور ديالنا، وحتى هي ستون بروفا اللي غنبينوا بها كأن المغرب إن شاء الله واجد لتنظيم تظاهرات كبرى. في السنوات الماضية أنجز المغرب بنية تحتية كروية تواكب الحدث من ضمن خطة شاملة في التنمية والتحديث. نظر بأنه هذا كانت غير مسألة ديال الوقت، لأنه هذا التنظيم ما جاش غير صدفة، فكانت هناك واحد تخطيط لعدة سنوات. يعني سلق جادر واحد العمل اللي هو كبير ومشكور عليه. كذلك ما ننسوش بانه هذا قرار سيادي، يعني سيدنا يعني عطى جميع الامكانيات باش ننظموا هذا الكاس هذا. لا كوب دافريك ماشي اول مره غنديروا لا كوب دافريك، درنا انا شاركت في لا كوب دافريك ديال 1988، ولكن هذه المره كنظن بان بيان سور الجامعه على راسهم السي القجع كاين واحد العمل جبار، وكاين تقريبا تجربه، عندنا الاكسبيريونس، وعندنا تقريبا الفرق كاع الافريقيه كتجي كتلعب عندنا. المغرب يسير بخطى ثابتة، أعوام مليئة بالاستعدادات واستضافة العديد من المسابقات الكروية، ها نحن اليوم نجتمع على قلب واحد في انتظار العرس الإفريقي. ومن مدينة القصر الكبير ينضم إلينا مباشرة عبر سكايب اللاعب الدولي السابق عبد السلام الغريسي. عبد السلام، طبعا سنة 1988 كان آخر تنظيم يعني لكأس إفريقيا، وانت كلاعب ديال المنتخب شنو كيعني لك اولا يعني نيل المغرب لهذا الشرف ديال هذا التنظيم في 2025 ان شاء الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لكم وتحيه للاخوان التقنيين والصحابه اللي تكلموا قبل مني، وهذا شرف كبير. اليوم كان جينا واحد الخبر باننا غادي ننظموا كاس افريقيا من بعد تقريبا من 88 الى غايات هذا الوقت هذا. الحمد لله كما كيعرف الجميع الكره ديالنا ولا يعني جميع الامور ديال الامور الرياضيه ديالنا في المغرب الحمد لله حاليا كان يعني كلها ولات عندنا، وما عندنا مناش نخافوا. وكما عرف الجميع من بعد المونديال يعني نصف النهايه المغرب اصبح من اهم جميع التظاهرات اللي غتكون لا كاس العالم ولا كاس افريقيا. هذا انجاز عظيم وتاريخي. الحمد لله كما تعرف الجميع الكره ديالنا في المغرب رجعت يعني كره احترافيه، رجع داك الشيء اللي كان ناقص في المغرب كله الحمد لله ولينا كنحصلوا عليه حاليا، لا من الملاعب ولا البنيه التحتيه ولا المؤطرين ولا المدربين ولا الحمد لله كل شيء في هذه البلاد هذه اصبح جاهز، اصبح الحمد لله كاينه. وحنا الدول المغربيه الدول المغرب ديالنا العزيز، وهو هذه القفزه اللي قفز قفزه كبيره بزاف، لان حتى شي دوله افريقيه ما استطاعت تعمل هذا الانجاز هذا، لان كما تعرف الجميع. نعم سي عبد السلام، جميع شكرا جزيلا لك عبد السلام الغريسي لاعب المنتخب الوطني السابق، شكرا لك على كل هذه التوضيحات، كنت مع مباشرة معنا من القصر الكبير. وبعد أزيد من 35 سنة تعود نهائية كأس أمم إفريقيا لتعانق أجواء المغرب وتنظم على أرض المملكة. كرونولوجيا الكان والمغرب في تقرير محمد القرطة. بعد أزيد من 35 سنة نهائيات كأس أمم إفريقيا هنا بيننا بالمغرب، المملكة المغربية تعود لتربط الماضي بالحاضر بعد احتضانها نسخة 88 بطلب من الاتحاد الإفريقي لتعوض حينها زامبيا، وهي النسخة التي شهدت تتويج الكاميرون باللقب.
بالعيد بويميد واحد من الإعلاميين الذين عاشوا تفاصيل الدورة. المغرب نظم كأس إفريقيا للأمم في 1988 بطالب من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، لأن القضية كان فيها أمرين مهمين. أولا الدورة ديال كان اللي كان لابد من التنظيم ديالها في آخر المطاف، المغرب تحمل العبء ديال التنظيم رغم ضيق الوقت. نسخة 2015 فرحة هستيرية للوفد المغربي فور إعلان المغرب مستضيفا للحدث، فرحة سرعان ما تبددت لظرف طارئ وقوة قاهرة دفعت المغرب لطلب التأجيل، وهو ما قوبل بالرفض حينها من طرف الكاف لتحول البوصلة صوب دولة غينيا الاستوائية. بخصوص دورة 2015 كل شيء كان جاهزا من أجل أن يفي المغرب بالتزاماته، لكن ظهور وباء إيبولا الذي شغل العالم أجمع جعل المغرب يطلب إرجاء الدورة، شيء اللي ما ألقاش الاستجابة من طرف الكاف التي كان يقودها عيسى حياته. نذكر أن حياته صعد الكاف في 88 بالمغرب. بين الماضي والحاضر شيء واحد يتأكد، المغرب دوما كان ولا يزال جاهزا لاحتضان أكبر حدث قاري فاتحا ذراعيه لإفريقيا. أعود إلى ضيفي هنا في البلاتو الزميل الصحفي جمال الصيفي. جمال، طبعا أشرنا في البداية إلى أن المغرب نال هذا الثقة بالنظر الجاهزية، بالنظر البنية التحتية اللي اليوم كيتوفر عليها. اليوم السؤال، كيفاش يمكن ينعكس هذا التنظيم على الملف ديال الترشح المشترك لكأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال؟ وبكل تأكيد لا يمكن أن هذا التنظيم إلا أن ينعكس بشكل إيجابي على ملف الثلاثي 2030، لأنه المغرب يراكم يعني خبرات تنظيمية كبيرة، والتراكم يأتي من خلال يعني تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى. أعتقد أنه بالنسبة كان 2025 يمكن أن ننظمه من الآن، يعني المغرب الآن يعني جاهز لتنظيم يعني الكان. ولكن تنظيم كأس العالم يختلف عن تنظيم كأس إفريقيا للأمم. صحيح أن كأس إفريقيا للأمم أصبحت أيضا تجرى في ظل وجود 24 منتخبا، ولكن لفتر تحملات الذي يطلبه الاتحاد الدولي لكرة القدم يعني هو أكثر يعني صعوبة من الملف الذي من دفتر تحملات الذي يطلبه يعني الاتحاد الدولي لكرة القدم. أيضا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فبكل تأكيد سيكون لتنظيم هذه الدورة يعني انعكاس إيجابي على ترشيح يعني الثلاثي. أكثر من ذلك، اليوم باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يتحدث على أنه إفريقيا كلها ستدعم المغرب، وانه سيكون هناك يعني 54 دولة ان شاء الله ستصوت يعني لهذا الملف الثلاثي بين المغرب واسبانيا والبرتغال، علما ان هذا الملف ايضا هو سيجرى في رقعة جغرافية صغيرة، المغرب اسبانيا البرتغال، هناك تقارب بخلاف مثلا ملف 2026 المكسيك وكندا والولايات المتحدة الامريكية، تقريبا ثلاث قارات ستنظم يعني كأس العالم. واعتقد انه هذا الملف دورة 2025 محطة أو حلقة أيضا في مسلسل طويل يعني للمغرب، في مسلسل تراكم خبرات، في مسلسل تراكم تجارب، وأيضا حلقة أيضا في هذه الدينامية التي يعيشها المغرب على كل المستويات، وخصوصا يعني في المجال الرياضي وفي كرة القدم على وجه الخصوص. شكرا جزيلا لك الزميل الصحفي جمال الصيفي، كنت محلل معنا في هذا النشرة، شكرا لك على كل هذه الإضاءات. ومجلس الحكومة المنعقد اليوم صادق برئاسة عزيز أخنوش على مشروع مرسوم بقانون المتعلق بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، كما اطلع المجلس على مشروع قانون يتعلق بمنح صفة مكفولي الأمة للأطفال اليتامى ضحايا الزلزال زلزال الحوز. نتابع مقتطفا من تصريح مصطفى بيتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة. اطلع مجلس الحكومة على مشروع القانون 5023 في شأن منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفول الأمة، قدمه السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى السيد رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني في أفق عرضه على أنظار المجلس الوزاري.
وبمناسبة اليوم العالمي للسياحة، نظمت الجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين بمراكش اليوم لقاء مفتوحا بساحة جامع الفنا، استقبلت خلاله السياح ومهني القطاع للوقوف على مؤهلات المدينة رغم تداعيات الزلزال. تفاصيل أوفى في ريبورتاج جيهان دبلالي ومحمد نجيب. بالشاي المغربي استقبل سياح المدينة الحمراء في اليوم العالمي للسياحة، من مختلف الجنسيات اختاروا وجهة مراكش لقضاء عطلتهم والاستمتاع بشمس شتنبر المميزة. الحمد لله رب العالمين، بلد سياحي جميل جدا، نظيف، هنا في أمان، في اطمئنان من ناحية مواصلات، كمان من ناحية الفنادق الحمد لله آمنة. جيت لمراكش، جيت نوري واحد لزامي بلادنا، يشوفوا الخير اللي كاين في بلادنا ويشوفوا تبارك الله اش عندنا هنايا لا كولتور ديالنا. مي غوستا تودو. أحب المغرب، أنا معجبة جدا بتفاصيل مراكش وتذكرني بيوميات جدي الذي كان يعشق المدينة ويقضي بها أيام العطل. بوسط ساحة جامع الفنا نصبت هذه الخيمة التي خصصها المنظمون للتعريف بمؤهلات المغرب الطبيعية والسياحية والتاريخية والترحيب بضيوف المملكة، خصوصا بعد تداعيات زلزال الحوز. الهدف من هذا اليوم هذا هو أننا من جديد تعود السياحة لمدينة مراكش ونستقبل الزوار ديال المدينة ويعرفون الناس على الصعيد العالمي أن مدينة مراكش آمنة ومستعدة لاستقبال جميع الزوار ديالها كما العادة. نتلقوا في مراكش هي إذن دعوة لاستقبال السياح المغاربة والأجانب في هذه المدينة البهية، مدينة البهجة والصمود. وبنك المغرب كان قد قرر أمس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيس بعد تسجيل منحا تنازلي للتضخم ومستوى اللايقين العالي المرتبط بتطورات الظرفية الدولية، حيث انخفض من ذروة أكثر من 10% على أساس سنوي في شهر فبراير إلى 5% في شهر غشت الماضي، وذلك بفضل التدابير الحكومية وتراجع الضغوط التضخمية الخارجية وتشديد السياسة النقدية. هذا الموضوع تناقشه إيمان ورقاء في الفقرة الاقتصادية. مرحبا بك إيمان. مساء الخير زكريا. إذن ما هي خلفيات تراجع معدل التضخم؟ بالعودة زكريا إلى نسب التضخم لشهر يناير وفبراير، نرى أنها متعلقة بالتضخم المستورد، أي أنه نتيجة ارتفاع المواد الأولية المستوردة من الخارج. أما اليوم هناك ارتفاع في نسب المواد الغذائية وارتفاع في أسعار مجموعة من المواد المستوردة كالمحروقات، مما يعطي قراءة على أنه لا يمكن الحديث الآن على تضخم مستورد، ولكن نتحدث على تضخم محلي يخص بالأساس المواد الغذائية التي تنتج داخل المملكة. وهذا راجع إلى مجموعة من العوامل، من بينها التقلبات المناخية التي شهدها المغرب وموسم فلاحي جاف وتراجع القيمة المضافة الفلاحية، وهو تراجع أدى إلى انخفاض العرض الغذائي ليتحول التضخم من ظاهرة مستوردة إلى ظاهرة محلية الصنع، تتكاتف العديد من العوامل في تشكيلها وتقويتها. وبعد بلوغ معدل التضخم ذروته خلال شهر فبراير الماضي ليفوق نسبة 10%، تراجع الشهر الماضي إلى نسبة 5% بفضل مجموعة من التدابير الحكومية وتراجع الضغوط التضخمية الخارجية وتشديد السياسة النقدية التي اتخذها بنك المغرب. إيمان، كيف يمكن أن ينعكس هذا التراجع على الاقتصاد الوطني المغربي؟ حسب والي بنك المغرب زكريا، سيستمر تراجع التضخم إلى نسبة 6% في متوسط خلال السنة الحالية، قبل أن يصل إلى نسبة 2.6% خلال السنة المقبلة، تباطؤ من شأنه تحسين نمو الاقتصاد الوطني تدريجيا ليصل إلى نسبة 2.9% خلال السنة الحالية و 3.2% خلال السنة المقبلة، والذي يعزى إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5% خلال السنة الحالية وبواقع 5.9% خلال سنة 2024، مع فرضية تحقيق متوسط إنتاج حبوب قدره 70 مليون قنطار. تباطؤ التضخم ونمو الاقتصاد مؤشران من شأنهما خفض أسعار المواد الأساسية، مما سينعكس إيجابا على القدرة الشرائية للمواطن. وأخيرا يذكر أن الاقتصاد العالمي يتسم باللايقين نتيجة الارتفاعات التي توالت برميل النفط، مما يعيد مخاوف التضخم من جديد.
شكرا لك إيمان، لقاء يتجدد بك الأسبوع المقبل بحول الله. في أمان الله. ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أعلنت أن عملية إجراء القرعة لتحديد القوائم النهائية لموسم الحج لعام 45/400 هجرية ستجرى خلال الفترة الممتدة من 9 أكتوبر المقبل إلى غاية 20 منه على مستوى القيادات والمقاطعات بالنسبة لحجاج التنظيم الرسمي بمختلف عمالة وأقاليم المملكة، وعلى مستوى العمالات بالنسبة لحجاج وكالات الأسفار السياحية بمختلف عمالات وأقاليم المملكة. ومعزيا بعث جلالة الملك محمد السادس برقية مواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الأستاذ أحمد شوقي بن يوب. جلالة الملك أعرب لأصدقاء الفقيد وأسرته الحقوقية الوطنية وذويه عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في هذا الرزق الفادح الذي لا راد لقضاء الله فيه. وبعد صلاة العصر تم تشييع جثمان الراحل أحمد شوقي بن يوب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان إلى مثواه الأخير بمقبرة الشهداء بالرباط بحضور أفراد أسرته وأقاربه وذويه وعدد من الشخصيات، كما سنتابع في ريبورتاج أمين الهشومي. بعد صلاتي العصر والجنازة وفي موكب جنائزي مهيب جرت مراسم تشييع جثمان المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أحمد شوقي بن يوب. جثمان الراحل وري الثرى بمقبرة الشهداء بالعاصمة بحضور أعضاء من الحكومة وشخصيات مدنية وبعض زعماء الأحزاب السياسية إلى جانب حشد كبير من أصدقائه وأفراد أسرته. وخسارة يعني المغاربة، نتمنى انه تبقى الذاكرة ديالو يعني مشيعة في المسار ديال حقوق الإنسان. فقدان الراحل أحمد شوقي بن يوب اليوم في نظري خسارة فادحة للساحة الحقوقية والسياسية والديمقراطية في بلادنا. فقدان السي أحمد شوقي بن يوب هو ضياع كبير للحقوقيين. كان رجل يعني صريح شجاع وفي المبادئ محب لوطنه. أحمد شوقي بن يوب الذي وفته المنية بالرباط عن عمر يناهز 66 عاما ولد بمراكش سنة 1957، كان محاميا بهيئة الرباط وعضوا بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ 2011. سي بن يوب كان دائما حاضرا في ملفات الحقوقية، وكان له وجود قانوني، كان نزيها في عمله جريئا وشجاعا. اشتغلنا بشكل مشترك في المجال الحكومي، وكان نعم الصديق ونعم الزميل. الراحل شوقي بن يوب منذ عرفته في أول شوقي الإنسان، شوقي المناضل، خبر سنوات الرصاص، وشاءت الأقدار أن يكون عضو في هيئة الإنصاف والمصالحة، عضو نشيط ساهم في التراكمات الحقوقية التي حققتها بلادنا. فعلا فقدانه خسارة لنا وخسارة أيضا لبلدنا رحمة الله عليه. أفلا تعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له. أحمد شوقي بن يوب شغل عضوية هيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومنصب نائب رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومستشار لدى المرصد الوطني لحقوق الإنسان. الفقيد اشتغل أيضا كخبير ومكون في مجال آليات حقوق الإنسان والنهوض بها. الراحل ترك وراءه العديد من الإصدارات القانونية والحقوقية، من بينها عدالة الأحداث الجائحين وضمانات المحاكمة العادلة. في ختام المسائية إليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها. أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس أحيا بعد مغرب اليوم ليلة المولد النبوي الشريف بمسجد حسان بالرباط. وكما كان متوقعا وبالإجماع، حظي المغرب بشرف تنظيم كأس أمم أفريقيا لعام 2025 بعد تقديمه لملف قوي نال ثقة أعضاء الكاف. لإعادة مشاهدة هذه النشرة أو الاطلاع على الأخبار الوطنية والدولية يرجى التفضل بزيارة موقعنا أو تصفح منصاتنا على مواقع التواصل. في الختام لكم تحية طاقم النشرة، شكرا لوفائكم، دمتم بخير وعيدكم مبارك سعيد.